احتمال البنتاغون قبل قليل تحدث عن احتمال اجتياح روسي لأوكرانيا، هل تركيا معنية بهذا الأمر إن حصل؟ لا شك أن تركيا هي ضمن هذه المعادلة، لا يمكن تتخلى تركيا عن أوكرانيا ولا يمكن تتخلى عن روسيا، ستسعى تركيا أن تكون مع الطرفين، وخاصة أن مثال أذربيجان قريب جدا، مثال أذربيجان وأرمينيا حقيقة وقوف تركيا خلال 44 يوم أنهى مشكلة استمرت لسنوات طويلة لم يستطع المجتمع الدولي أن يحل هذه المشكلة. فإذا التوازن التركي ووجود تركيا هي عنصر توازن في مثل هذه الصراعات الدولية. أظن سيتلعب تركيا دور كبير جدا بين روسيا وبين الغرب في نزع فتيل أي حرب لا سمح الله أن تقوم بين دولتين عظيمتين، بين أمريكا وبين روسيا. الخبير في الشأن التركي والباحث الاقتصادي غزوان المصري، شكرا جزيلا لوجودك معنا، شرفتنا كالعادة في السبت التاسعة قبل أن